سيدنا. أنا طلبت الهادي. مش عارف أقول إيه. مولاي الهادي. ماله؟ فوق سطح القلعة. كان واقف مبتسم بشكل عجيب. وشه منور كأنه البدر. جيت أقرب منه. رفع إيده كأنه بيمنعني إني أقرب. بعدين رفع إيديه الاتنين لفوق كأنه بيدعي. بدأ يعلى عن الأرض، يعلى لفوق، شب، اتنين، تلاتة، كأنه طالع فوق كده في ملايكة، وأنا واقف متصمر في مكاني مش مصدق، عقلي هيجن، مولاي الهادي بيعلى لفوق، هو مبتسم، حتى بيختفي في السماء، وأنا هنيا مش شايفة غير سماء والجوم بتربع. مفيش أي أثر لمولاي الهادي. والكلام تاني. والكلام أرحم. الهادي هرب زي دنيا زاد، ها؟ قول إن الهادي هرب واشتري لنفسك عمر والدنيا أمل. ما هربش. ده قتلته. حاشا لله يا سيدنا. دي معجزة وشفتها بعينيا. أنا مين عشان أقتل مولاي الهادي أو أمسه بأذى؟ طاق حتت وانت حي. لو هرب كنت قلت لينجيني من شكوكك وينقذ رقبتي، لكن ما هربش. ولو اذيته يا سيدنا هودي جثته فين؟ انت بنفسك قلت لنا ان مولاي الهادي انسان مش زينا، ان الملائكه بتمليه وان ليه احوال عظيمه. انا لحد دلوقتي مذهول، مش مصدق اللي عينيا شافته. وقلت اكيد سيدنا صاحب مفتاح الجنه هو اللي هيفسر لي اللي شفته. مولاي الهادي صعد طار في السماء، هو حي، هو ده مقامه، هي دي مكانته ودي معجزته. هو دلوقتي مع مولانا نزار بين أئمة الأطهار. انت المفروض تفرح يا سيدنا، تفرح مش تحزن وتعذب خادمك برزق أمين. اعتق رقبتي، اعتق رقبتي وسيبني بشر المؤمنين، سيبني احكي لهم عن المعجزة اللي هتخليك في عيون مش بس سكان القلعة، لكن في عيون كل البشر. سيدنا صاحب مفتاح الجنة اللي وريثه في السماء حي. أي عظمة، أي جلال، أي ميراث نوراني. هنا شفت الحدث العجيب بعيني، اقسم بالله انه اعجب ما شفته في حياتي. مولاي الهادي بيعلى لفوق لحد ما بيختفي في السماء، وانا بحاول امسكه لكن مستحيل. كان في انوار شديده وصوت زي الموسيقى، موسيقى عمري ما سمعت زيها قبل كده. كانه فرح الهي، استقبال عظيم يليق بالشاب اللي ملوش مثيل يا مولانا. دور عليه جوه القلعة وبره القلعة برضه. لو لقيت له أي أثر حي أو ميت. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.